قدم المترشح لنقابة الصحفيين الموريتانيين النقيب المنتهية مأموريته أحمد سالم والمختار السالم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي خلال أمسية نظمت في نواكشوط، وعبروا للمختار السالم عن السعي إلى تذليل التحديات التي تواجه العاملين بالإعلام الموريتاني. حرصنا على أن نتفاوض مع الناس كاملة اللي كلها عبر عن طموح معين، يسوى كان في الشباب، يسوى كان في الصحافة الميدانية، يسوى كان في الصحافة النسائية، يسوى أيضا كان في رؤية جديدة تتبلور عند شباب جديد، عند رؤية جديدة للنقابة. وبالتالي حرصنا على أن نفاوض الجميع إياك نتوصل الخلاصة، قايلين عن هاي الخلاصة نتقاطعوا فيها كاملين، إياك المرحلة القادمة نقودوها بأمان إلى نعود نقدم متكاتفين، نحقوا شيء للميدان الصحفي، نحقوا شيء للصحافة. ظهر لي علمكم منين تخرصوا تشكيلة المكتب التنفيذي والمجلس النقابي، دوروا تشوفوا على أن هذا المجلس النقابي وهذا المكتب التنفيذي على أن الشباب ممثل فيه بنسبة 80% بما فيها المرأة. ومعنا في الاستوديو الشيخ المهدي النجاشي رئيس حملة المترشح أحمد سالم والمختار سالم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. بداية، كيف يرى مرشحكم واقع المشهد الإعلامي في موريتانيا اليوم؟ شكرا لقناة المرابطون على هذه السانحة. في البداية أعتقد بأن الحديث عن نقابة الصحفيين في هذه الأجواء الديمقراطية التي تعيشها بالتنافس المحترم والمسؤول بين الصحفيين هو خطوة تذكر فتشكر لكل الصحفيين. أبرز الأهداف التي نسعى من خلالها ونسعى من خلال لائحة الإجماع التي هي من أبرز اللوائح المترشحة اليوم لنقابة الصحفيين، تحسين من ظروف العمال في المؤسسات الصحفية، الرفع من مستوى أداء الصحفي من خلال الدورات التكوينية والبحث عن مصادر، مثلا تحسين من أداء من ناحية التكوين ومن ناحية أيضا تحسين الظروف اللي اشتغل فيها. أيضا فهم صندوق دعم الصحافة، أيضا فهم في البرنامج أيضا مطالبة بالرفع من مستواه المادي. فهم نقاط كثيرة، أيضا إشراك الفنيين اللي هم طبعا كانوا مغيبين عن الحقل، اللي هم وقود الفضاء السمعي البصري، وقود وسائل الإعلام بصفة عامة، إشراكهم والتحسين من أدائهم والبحث عن الدورات لهم، أيضا فرض حقوق الصحفيين على المؤسسات وفرض أيضا الخطاب الصحفي الموحد. نسعى إلى أن يكون الصحفي الموريتاني قادر على أن يؤدي المهمة النبيلة التي يحملها على عاتقه. نسعى أيضا إلى أن تكون لائحة الإجماع هي خيار الصحافة الجادة لنقابة قوية، وأن تكون النقابة مستقبلا في أمان وفي ظروف حسنة. نعم، إذن ما هي أولويات الحقل الصحفي الموريتاني من منظور مرشحكم؟ أعتقد بصفتي المسؤول الإعلامي لحملة المرشح عن لائحة الإجماع أن أبرز التحديات اليوم التي تواجه الصحفي الموريتاني هو غياب عقود العمل سواء في المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الخصوصية، الحاجة الماسة إلى أن تكون هناك دورات تكوينية للرفع من مستوى أداء الصحفي الموريتاني، أن تكون هناك نقابة تجمع كل الصحفيين الموريتانيين، وأيضا أن يكون هناك عناق حقيقي بين أصحاب التجربة والكتل الشبابية الطامحة إلى مستقبل واعد لصاحبة الجلالة في هذا البلد. أيضا الاستفادة من الأجواء التي تعيشها موريتانيا من ناحية حرية الصحافة ومن ناحية هذا، يجب أن تكون مكاسب نحافظ عليها وأن نعمل على أن تكون أيضا أرضية يتحرك عليها الجسم الصحفي نحو جسم موحد، نحو خطاب صحفي موحد، نحو حقوق أيضا تنتزع بالنضال وبالكلمة الحسنة. نعم، إذن مرشحكم يعبر كثيرا عن طموحه لتنقية الحقل الصحفي، كيف ذلك؟ أعتقد أن تنقية الحقل الصحفي من أبرز التحديات التي تواجه الصحافة الموريتانية اليوم، لأنه إذا عدنا إلى الذاكرة الوراء نجد أنه لدينا تراكمات
ما يسمى بين قوسين رجال وزارة الداخلية، نجد أن هناك متطفلين على الحقل الصحفي، نجد هناك أيضا هواد بحاجة إلى أن تكون هناك دورات تكوينية، نجد هناك الدخلاء، وبالتالي تنقية الحقل الصحفي ضرورة، تنقية الحقل الصحفي من الدخلاء ومن مثلا الأشخاص المزروعين فيه لتقزيم على الأقل المهنة الصحفية في هذا البلد. وهذه إشكالية كبرى تعاني منها الصحافة الموريتانية، وهي من أبرز الأهداف التي نرجو من خلالها من خلال لائحة الإجماع أن تتحقق ببرنامجنا الذي يجسد في الحقيقة برنامج طموح، بالإضافة أنه هناك أيضا عوامل تجعل هذه اللائحة هي خيار الصحافة، نظرا لأنها تشكل واجهة لعدة مرشحين سابقين، وبالتالي اختاروا هذا النقيب أن يكون واجهة ببرنامجه وبرؤيته وبأيضا طموحاتهم الشبابية وبرؤيتهم أيضا كمرشحين سابقين. نعم، مرشحكم رئيس مكتب الحالي نقابة الصحفيين الموريتاني، لماذا لم يحقق الإصلاح الذي ينشده اليوم؟ هو فعلا الحقيقة نحن الآن نعيش مكتسبات ربما البعض لا يجد لها مبررا في سياق هذه الحملة الانتخابية، لكن أن تكون النقابة نقابة الصحفيين الموريتانيين هي أكبر وأبرز الهيئات الصحفية الموريتانية اليوم التي تحتدم فيها المنافسة، هذا مكسب أولا لأن هناك جهود بذلت، وهناك أيضا أجواء للصحفيين تكون أجواء تنافسية، وهذا أعتقد أنه من أبرز المكتسبات، بالإضافة إلى أن هناك نقاط أخرى. شيخ المهدي النجاشي رئيس حملة المترشح أحمد سالم والمختار سالم، شكرا جزيلا لك.